بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. طبعا النهارده الحلقه تبدو مختلفه لان يعني فيها ضيوف ثوابت ايضا موجودين معانا، كلهم ضيوف ثوابت معانا في البرنامج، لكن اماكنهم النهارده متغيره، لكن وجودهم مهم جدا في هذه الحلقه. اسمحوا لي ارحب طبعا بالدكتوره هبه قطب. لا اهلا بيك دكتوره. اهلا بحضرتك الشيخ رمضان عبد المعز. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. الحقيقه انا ارحب بيه بقى، دي حلقتي بتاعت يوم السبت دي، انا ارحب بيه. حضرتك منور يا شيخ رمضان. جزاكم الله خيرا دكتوره. نورني نور المشاهدين. تحيه حب واحترام وتقدير لكما ولضيوفكم الكرام. وحابب اقول لضيوفنا الكرام، انا كنت هنا في قناه الحياه ومعدي كده بسلم على الدكتور عمرو. تعالى احنا نتكلم في موضوع مهم، اقعد هنا. اتخطف يا دكتور عمرو اصلي. لا 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 اقعد مكاني. قلت له وكمان هقعد مكانك، يا ده شرف كبير قوي. قال لي يا شيخ هي الكراسي بقى، اقعد اقعد. هي الكراسي مش بقى. عموما اهلا بحضراتكم مره تانية. انا بس عايز في البدايه، متعودين دايما قبل ما بنخش في موضوع الحلقه، موضوع الحلقه كان يستلزم الحقيقه حضور الشيخ رمضان بجانب الدكتوره هبه، لانه استكمال لموضوع مهم طرحناه الاسبوع اللي فات، ويبدو ان عليه رد فعل كبير جدا انا شخصيا لم اتوقعه من التساؤلات اللي جت على صفحتنا على الفيسبوك. عشان كده وجود رجل دين يعني معتدل وبفكر وثقافة هذا العالم الجليل الشيخ رمضان مع عالمة زي دكتورة هبة قطب، كلهم في مجاله، أظن ده هيكون مفيد للمشاهد. لكن خلوني في الأول هتكلم على بعض الأشياء البسيطة، لبعض الملاحظات، وهنعرض آخر فقرات المواهب في عام 2015. وأنا كنت وعدتكم أن الحاجات المتميزة هنزحها إن شاء الله. عندنا يوم الثلاثة والأربع حلقات الحصاد هنعرض فيها أهم الفقرات اللي جات لنا في مواهب بوضوح اللي جات لنا على الفيسبوك. لكن في الاول انا الحقيقه جالي اكتر من 500 تليفون من طلبه الثانويه الازهريه بيقولوا لي ان هم السلام عليكم ورحمه الله، احنا طلبه الثانويه الازهريه وكنا بنذاكر كل مواد ورسبوا على ماده واحده، وبعدها بشهر الازهر اصدر قرار ان اللي راسب في ماده او اتنين يمتحن فيهم، وبيقولوا وفرحنا قوي زينا زي الثانويه العامه. لكن للاسف وده هيخفف عننا وعن اعباء اولياء امورنا. وبعدين بعدها بشهر الازهر اصدر قرار تاني بتطبيق القرار على الدفعه اللي جايه، وده عشان اخواتنا اللي هم فيهم ناس هيحصلوا مجموع. احنا دلوقتي بنطالب ان القرار يتطبق هذا العام علينا اختياري، ما يبقاش في حد اتظلم وحد لا. معايا طالب اسمه احمد علاء من الازهر عايز يقول الشكوى. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل قول لنا شكوتك بقى. ازيك يا استاذ عمرو؟ الله يخليك. خش في الموضوع يا احمد لو سمحت. حضرتك معاك احمد علاء طالب ازهري. اتفضل. احنا دلوقتي دفعه المظلومين، دفعه 28%. ايه المشكله يا احمد؟ ماشي يا فندم. ايوه. احنا دلوقتي بندرس 18 ماده، والتربيه والتعليم بتدرس 7 مواد بس. ودلوقتي الشيخ الازهر زي ما انت قلت كده نزل قرار ولغاه تاني، لغاه تماما. وقول لك المعارض عباس شومان، دكتور عباس شومان. وكيل الازهر. واحنا دلوقتي احنا انظلمنا السنه اللي فاتت يا فندم. طيب اشرح لي بس الظلم فين عشان ابقى انا فاهم يعني. وبرده معانا شيخ راجل ازهري برده. يا احمد المشكله لا. المشكله فين يا احمد؟ مش احنا في الثانويه الازهريه عندنا دور ثاني في الثانويه؟ دخلنا الدور الثاني يا فندم. ربنا كرمنا بمستشار في المبنى اللي احنا فيه كامل، كان جاي لهم ماده التفسير، كل من هو عنده تفسير ما نجحش. وبعدين ما نجحش يا فندم، وعملنا تظلمات، مفيش اي حاجه، مفيش اي نتيجه خدناها. يعني هو ما نجحش في الدور الاول وما نجحش في الدور الثاني. اول دور نفس المستشار اللي جانا جانا في الدور الثاني، واللي جانا في الدور الثاني الماده اللي جانا فيها التفسير دي ما نجحناش نجحنا فيها يا فندم. طب وكان القرار بقى اللي الشيخ الازهر حطه او نزله ايه هو بقى؟ اللي يسقط في الدور الثاني برضه في مادتين ايه اللي يحصل له؟ لا هو الشيخ الازهر نزل قرار بان الطلاب الراتبون هذا العام 2014 2015 ايوه يمتحنون في جميع المواد اللي راتبوا فيها فقط، المواد اللي رسوب فقط. ايوه. وقلنا كده خففوا علينا الحمل والمصاريف على اولياء الامور من مصر الدروس الخصوصيه يا فندم. ان قال لها قال طب ايه اللي حصل بقى بعد كده بعد هذا القرار؟ ايه اللي حصل؟ في طلبة قالت احنا عايزين نلغي القرار عشان احنا بنحسن. وبعد احنا لغينا القرار يا فندم عشان 400 واحد اتوجهوا للمشيخة عشان يلغوا القرار. واحنا سلمنا 15,000 استمارة
تطبيق القرار الاختياري مكتوب فيها اسم الطالب ورقم القوم واسم ولي الامر، فجاء ولي الامر اللي هو موافق على القرار يكون اختياري. طيب طلباتكم ايه يا احمد؟ انتوا عايزين ايه؟ احنا عاوزين الموضوع يكون اختياري هذا العام يا فندم، احنا دفعه المظلومين. بنطالب بحضراتكم ان تقفوا معانا ان احنا نطبق القرار هذا العام اختياري فقط. اختياري يعني ايه يا شيخ رمضان؟ احنا الثانويه الازهريه، وانا طالب في الثانويه الازهريه، كنا بنختلف عن الثانويه العامه. كل المواد اللي الثانويه العامه بتدرسها احنا بندرسها، فيزيكس وكيمستري وبيولوجي وانجلش وماثيماتكس كله. فوق ده بندرس العلوم الشرعيه، تمام، نحو وصرف وفقه وتفسير وحديث الى غير ذلك. فعشان احنا كان عندنا في الازهر دور ثاني، الثانويه العامه اظن ما فيهاش دور ثاني حتى هذه اللحظه، حتى دلوقتي يعني. تمام. فاللي كان يشيل 3 4 5 10 9 مواد في الدور الاول يمتحنهم تاني في الدور الثاني. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ما هو اللي حصل بقى انه لو سقط في الدور الثاني بيعيد السنه كلها. ما هو يعيد السنه كلها. لكن هو كان يعني هو كان عنده 3 مواد راسب فيهم في الدور الاول. فلما يجي يخش الدور الثاني هيمتحن في الثلاث مواد. هل يا ترى بقى القرار بيقول انه لو عاد السنه يعيد على الثلاث لا، هو لو كان سقط في الدور الثاني هيعيد السنه كلها في المواد. فهل نزل بقى قرار دلوقتي؟ هو ده اللي هو عايزه، هو بيقول ان هو عايز يطبق القرار ان هو يعيد السنه اللي بعدها يخشها بس على 3 مواد. على ريت انا احنا بنناشد فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ان يستجيب لابناء الطلاب طلاب الثانويه الازهريه فيما يخص هذا القرار، ان يكون هذا القرار هذا العام قرار اختياري وليس اجباري. مع العلم يا دكتور عمرو انا اسف عايز اقول حاجه مهمه قوي، انه ارضاء الناس غايه لا تدرك، صح؟ ومصائب قوم عند قوم فوائده. فيعني مستحيل تنزل حاجه هيتفق عليها الايه الجميع. فاحنا عايزين احقاقا للحق انه اذا كان الازهر له امام وفي مشيخه وفي قطاع المعاهد الازهريه، فاكيد الناس ديت في المقام الاول بتنزل قرارات لمصلحه مين؟ طلبة. يعني هو شيخ الازهر بينزل قرار لمصلحه الطلبه، لكن واضح ان القرارين لما اول قرار كان في صالح الطلاب، القرار الثاني كان يتعارض مع مصلحه الرقم اللي جايين ان هم 50,000 طالب، ده مش رقم قليل الحقيقه اللي هم الراسبين. عشان كده احنا بنناشد شيخ فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر النظر بالاعتبار الى مطالب ابنائه من طلبه الثانويه الازهريه. والشيء بالشيء يذكر، الحقيقه النهارده حصل حاجه يعني انا مش فاهمها بصراحه، ان اللجنه العليا للانتخابات بوزاره التعليم العالي قررت عدم الاعتراف باتحاد طلاب مصر رسميا كاتحاد رسمي. الحقيقه انا يعني لماذا؟ يعني نفسي اعرف ليه؟ يعني ايه وزاره التعليم العالي تلغي نتيجه انتخابات اتحاد الطلاب؟ يعني عشنا وشفنا ان يتم انتخابات صحيحه والوزاره تنهيها او تلغيها وتعمل انتخابات تانيه، ونتيجه هذا الالغاء، لان القرار ده لو كان قرار راشد فتحت الباب لمليون اشاعه لست في حال ان انا اتكلم فيها، لان الناس كلها عماله تقراها على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن ليه نفتح هذا الباب؟ طلاب، ما تسيبوا الطلاب يختاروا اللي هم عايزينه ويمثلهم اللي هم عايزينه بمحض ارادتهم، ونديهم الحريه في داخل اروقه الجامعه. لكن ما حدث الحقيقه محتاج الى اعاده تصويب. كلامي اوجهه للاستاذ المحترم الفاضل وزير التعليم العالي، هذا القرار قرار فتح باب كبير للاشاعات والتكهنات لا حصر له. حد يحب يعقب؟ انتوا اساتذه جامعيين، تحب تعقبي على هذا القرار؟ الحقيقه انا كنت زمان بشترك في الانتخابات بتاعت اتحاد الطلاب وكده، فكنت هحس بغضب شديد جدا 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 لو كان حصل ده وانا كده. وغضب الطلاب دايما يعني بيجيب نتائج مش كويسه، ان هم مليانين بقى حماس وتمرد اوريدي، يعني هم بالفعل كده. فانا نفسي زي يعني انا يعني باكد على كلام حضرتك، ونفسي فعلا ان هو يعاد في هذا القرار. اتمنى ان بالذات ان هو على فكره القرار نزل بدون حيثيات. بدون حيثيات، والقرار غريب الحقيقه. يقول لك فتح باب، عشان كده النهارده في اكثر من 400 شخصيه عامه رؤساء احزاب سياسيه اعلنوا رفضهم حل اتحاد طلاب مصر. صحيح. الطلاب محتاجين اللي يطبطب عليهم ويحتويهم. الشباب في مصر محتاجين اللي يحس بيهم ويرفق بيهم ويحس بمشاكلهم. زي ما عمل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مرحله الشباب من 15 سنه لحد 40 سنه. لو نظرنا الى قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمنح الشباب فرص كثيره جدا. ده صحيح. يمسك قياده جيش لشاب عنده 18 سنه. اللي الناس ما بتاخدش بالها منه يا دكتور عمرو، ان سيدنا ابو بكر الصديق كان عنده 37 سنه. في بدء الدعوه حمل الاسلام على اكتافه عنده 37 سنه. عمر بن الخطاب كان عنده 27 سنه. عمر اللي ملأ الدنيا ده كان عنده 27 سنه.
فإحنا بس بنقول أن توجه الأنظار إلى الشباب لأن هم أمل الأمة وسبيل عزتها وسر سعادتها وكرامتها. صحيح، مليانين طاقة وغضبهم. ولا أنا واحد منهم، معلش أنا شاب برضه يا دكتور عمرو، كلنا شباب. خلينا نروح للمواهب بتاعتنا ونشوف. لا هو على فكرة بيقول كده يعني بينبط عشان لا أنا ولا أنت. كلنا شباب، كلنا شباب. نشوف أغنية فكر جهنم دكتور جوبا. دي دكتور جوبا في أغنية ذنوبي سر غناء مهاب أسامة. نسمع مهاب. جميلة. حلو صوت مهاب. صوته جميل وكلمات يعني جميلة. جميلة على حداثة سنه يعني. احنا ما بنقيمهاش بقى من في النحو والصرف والعروض والقافية، بس جميلة ما شاء الله. فيها معنى حلو. فيها معنى كويس. نشوف بقى نجاة محمد غني امتى الزمان يسمح يا جميل. دكتورة هيبة رأيك ايه في الصوت نجاة؟ لا هي عايز طبعا تمرين كتير قوي يعني. هو صوت قوي بس مش متمرن خالص، وعايزه التوناليتي بقى يعني. سنها صغير كمان خلي بالك. بس هي عايزه التوناليتي، لازم يعني هي غاويه فعلا تعمل تهتم بالتوناليتي اللي هي دو والري ما تطلعش بره الحاجات. تتصل بينا عشان تتمرنيها. المهم انا بقول للدكتوره مين هي اللي عامله الكلمات دي؟ قالت لي ده محمد عبد الوهاب عاملها سنه 46 كده. خلاص بقى، ما احنا قلناها.
طيب يا شيخ رمضان عندنا اغنيه اهلا رمضان سامع حالك غناء فتحي محمد يا والاجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور جوغ ابغي جوغ امون دو دامور ديس فاسيليا بيادنو من يخدمو بيادنو بلوغ جوار ندغم وسا بلوغ بيان We welcome you month we all adore We pray for happiness and more To all the people open up your door With love and joy Let them soar, let them soar Ramadan, Ramadan ما شاء الله بيفهم لك ويلكم رمضان والله جزا الله خير لعلمك الفقره دي موجوده قبل انت ما تيجي هنا عشان تعرف ان الصدف اللي لعبت ده قلبنا كان حاسس بس صوته حلو بيغني بالفرنسي وبالانجليزي حلو خلينا نبدا نحط علامه نحط للكبار فقط ولا نحط الكبار فقط؟ ضروري نحط للكبار فقط ضروري طيب نحط للكبار فقط النهارده هنتابع مع حضراتكم في هذه الفقره الاسبوعيه المخصصه لمواضيع الصحه والثقافه الجنسيه وزي ما وعدناكم في الحلقه اللي فاتت هنكمل نقاشنا اللي بدأناه الأسبوع اللي فات حوالين موضوع المثلية الجنسية، الموضوع ده كبير وخطير ومهم جدا وجالنا أسئلة واستفسارات كتيرة قوي حواليه. هنجاوب عليها في هذه الحلقة، هنحاول نصل إلى حلول إلى هذا الخلل ونساعد الناس اللي بيعانوا من هذا الشذوذ إن هم يتعالجوا أو يقوموا سلوكهم ويكونوا أسوياء. هيكون مع الدكتورة الأستاذ الدكتورة هبة قطب أستاذ الطب الشرعي. وايضا هيكون معانا راي الدين فضيله العالم الجليل من علماء الازهر الشيخ رمضان عبد المعز اللي حبدا واساله في البدايه هل فضل الله احدا على هذا السلوك يا شيخ رمضان؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا منك برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. في البداية أحب أقول نقطة مهمة جدا لما حضرتك سألت الدكتورة نحط للكبار فقط فالدكتورة قالت طبعا أن هي عندها المادة العلمية وهي أدرى إيه اللي يتقال للمراحل اللي هتتابع البرنامج بس هذكر المشاهدين بحديث ستنا أم سلمة رضي الله عنها قاعدة مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها فجت للنبي سائلة السائلة جاية تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أنا لو ما سألتش مش هتعلم مش هعرف إن الله هي بدأ السؤال كده إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فغطت أم سلمة وجهها ستنا أم سلمة كسفت فإذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني ستنا أم سلمة ستنا أم سلمة قالت أو تحتلم المرأة هو المرأة بتحتلم؟ فالنبي قال نعم تربت يداك فبما يشبهها ولدها الماء المرأة لها ماء كالرجل مش الرجل له ماء والمرأة لها ماء نعم. إذا على ماء المرأة ماء الرجل يجي المولود شبه أمه وإذا على ماء الرجل ماء المرأة يجي المولود شبه أبوه وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يبقى أنا عندي حالتين النبي قالهم في الحديث في السبق وفي العلو ودي ناحية طبية بقى الدكاترة هم اللي يشرحوها السبق هيجي النوع والعلو هيجي الشبه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة يجي المولود ذكر وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل يجي المولود أنثى نعم. فعايزين نقول أنا في بداية حديثي أنه أدي حديثة هو الست راحت تسأل النبي عليه السلام سؤال فيما يتعلق بأمر دينها هل عليها غسل ولا لا اذا احتلمت وقدمت للحديث بان الله لا يستحي من الحق وده ادب علمه لنا الاسلام ان انا لما اجي احيانا اسال سؤال ربما ارى انه محرج قوي قوي فاروح للشيخ اقول له يا مولانا ان الله لا يستحي من الحق عايز اسال سؤال الله يكرمك واسال السؤال عشان اتعلم انما في بعض الناس يقول لك ايه عايز اسالك سؤال يا مولانا لا حياء في الدين نقول له لا الدين كله حياء في فرق ما بين ان الله لا يستحي من الحق وما بين لا حياء في الدين الحياء شيء والخجل شيء اخر الحياء قوه والخجل ضعف ان انا استحي اسال يبقى مش هتعلم نعم. حضرتك سالت سؤال مهم جدا فيه
مسألة المثلية الجنسية اللي مش واخد باله الشذوذ الجنسي. طيب أنا عاوز بس عند اللحظة دي هنشوف تقرير على فريق الإعداد عمله. حاضر. وبعدين نرجع نكمل كلام حضرتك. شوف التقرير. احنا ناس صعيدة تتبح على طول. ده دي مصيبة في حد ذاتها وكارثة كبيرة. لو اكتشفت هعدمه. الرجل والمرأة ثنائي فطري نتاجه أسرة وأطفال. هناك من يخالف الفطرة فيهوى الرجل رجلا من جنسه والمرأة كذلك، ويسمى بالمثلية الجنسية، والتي تباينت نسبة انتشارها وفقا لظروف كل مجتمع، فسنت له دول أمريكا وأستراليا القوانين المنظمة مقابل منعه في الدول العربية وفقدان الحياة لمن يصرح به أو يمارسه في بعض الدول. رد فعلي طبعا هيكون يعني صارم وشديد جدا، وهبدأ أتعامل مع ابني أو بنتي بشيء من التقويم النفسي والعلمي والطبي بحيث أن يعني عدي المرحلة دي. رد الفعل صعب جدا، ما ينفعش، احنا دولة إسلامية وطبعا حاجة زي دي صعبة فيها ده يبقى عنيف. احنا ناس صعيدة تدبح على طول، تدبح على طول سواء ولد او بنت. لا، رد فعلي هيكون يعني سلبي جدا، لان طبعا احنا مجتمعنا يعني ليه تقاليده له عاداته، ويعني شعب متدين. هيتعلموا الادب وياخدوا جزاءهم، كل واحد ياخدوا جزاءه. ده دي مصيبه في حد ذاتها وكارثه كبيره. ده بيرجع اصلا لعدم التربيه في البيت. لو الاب والام محترمين ومتربيين على القران وعلى سنه النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش ده حصل اصلا. لو اكتشفت هعدمه، مش هقول لك ان انا هعالج وبتاع، لان احنا شريعه اسلاميه. فاذا الناس لو الزوج والزوجه مع ربهم هيطلع الناس صالح. اراجعها طبعا، لازم كل خطوه امشيها وراقبها واشوفها بتعمل ايه علشان اكون عينيها اللي هي بتمشي بيها، ما سيبهاش الغلط كده طبعا. تباينت الاسباب والحلول للمثليه الجنسيه، حيث ارجعها الباحثون الى ثلاث مسببات رئيسيه: جينيه او نفسيه او هرمونيه. فما الحلول التي يراها اولياء الامور اذا ما فرض تبني احد ابنائها لهذه الفكره؟ هنتعامل معها طبعا بهدوء، هنحاول ان احنا نفهمه ده غلط ونحاول نصحح الغلط. لازم نحتضنه، ولازم يبقى نعرفه مثلا ان الدين والاخلاق وقيمنا الاسلاميه لازم بكل حدود بالنسبه للحالات اللي هي الجنسيه. انا هتجنبه خالص لان هو هيسيء ليا وهيسيء للاسره وهيسيء للبيت وبتاع، وابتدي اتجنبه بقى. ما ينفعش اصلا توصل، يعني تربيتها طبعا وادبها والبيت اللي هي طالعه منه عمرها ما توصل لكده. انصحه طبعا واضغط عليه، لو انا قادر ان انا اجوزه يبقى من باب اولى اجوزه. اشوف سلوكياتهم طبيعها عشان اشوف العلاج للمشكله دي ايه، والافضل ان انا اعرضهم على دكتور نفساني واشوف القصه دي جت منين. يعني هفضل بقى اعالج فيه بحكمه، وزي ما القران قال وزي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، بقدر المستطيع هعمل ايه وداري بقى عليه هعمل ايه. تشمل فكرة المثلية الجنسية الأفكار والتخيلات التي يصرح فيها الشخص برغبته بمثيلة، والتي يرفضها المجتمع ويحمل الطب مسؤولية العلاج. أسماء خليفة، برنامج بوضوح مع الدكتور عمرو الليثي، قناة الحياة. احنا مش بندفن راسنا في الرملة، احنا لما طرحنا الموضوع ده يمكن كنا طرحناه قبل كده في واحد من الناس، وطرحته قبل كده مع الدكتورة هبة يمكن اكتر من سنة، وفتحناه مرة اللي فاتت الاسبوع اللي فات هذا الموضوع. الحقيقة كم الحالات اللي اتصل بالبرنامج، الرقم نفسه مخيف. انا بقول لكم الرقم اللي جالنا من حالات مصابة بالمثلية الجنسية مخيف، ده اللي اتصل بالبرنامج واللي تواصله عن طريق الدكتورة هبة رقم غريب ومخيف، واللي بعته على صفحتنا رقم غريب ومخيف، واللي حصل خلال الفترة البسيطة من ضبط العديد من شبكات الشذوذ الجنسي بيتم ضبطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك برضو رقم غريب ومخيف. احنا بصدد او قدام مشكلة كبيرة، علينا الا ندفن رؤوسنا في الرمال وان نتعامل معها بشكل صحيح علميا ودينيا. عشان كده هذه الحلقة فيها العلم
وفيها الدين. اعود الى رجل الدين الفاضل الشيخ رمضان يتحدث. اتفضل، كنت عايز تكمل عن الشذوذ. خلينا بس في المصطلح، بلاش رجل دين دي. طيب العالم. عالم دين. لانه احنا عندنا الاسلام دين ودنيا. نعم. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما فيش دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. احنا الاسلام النبي لما جالنا عشان نحيا الحياه، والا ما كناش وقفنا امام هذه المشكله عشان تتحل. الاول ما يحييكم. ايوه الله يكرم. الاول ان احنا المشكله ديت مستحدثه ولا الانسان مولود بيها؟ لا، زورا وبهتانا. الانسان ما اتولدش بيها. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان إيه؟ في أحسن تقويم. في أحسن تقويم، في أحسن صورة. سبحان الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والنبي عليه السلام قال كل مولود يولد على الفطرة. وأول جريمة من هذا النوع أن اثنين رجالة يتجوزوا بعض في عهد نبي الله لوط عليه السلام. سيدنا لوط أول حاجة. ولذلك سيدنا لوط في سورة العنكبوت، قصة لوط جاءت في أكثر من سورة في القرآن، جاءت في الشعراء، جاءت في سورة هود، كل سورة بتجيب زاوية معينة في القصة، وجاءت في سورة العنكبوت. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يبقى ما يجيش واحد يقول ده أصل هي في الجينات أصل، لا لا، نقول له ما يعني الوحش ما يفتريش على دين رب، على خلقة ربنا. ربنا خلق الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة النقية السليمة التي فطر الله الناس عليها. فسيدنا لوط عليه السلام قال لهم تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني بدعوها. هم اللي بدعوها. هم اللي طلعوها. يعني اختراع آدمي، اختراع إنساني. هم اللي اختراعوا. اختراع إنساني آدمي. صحيح. ولذلك لما نقرأ في كتب الثقافة الإسلامية، يعني ما تولدوش كده، لا خالص، ما نشأوش كده في طفولتهم. يقول لك فلان، مفيش حد اتولد كده. المصطلح اللي احنا بنقوله عندنا في كتب الشريعة يقول لك فلان يعمل عمل قوم لوط، عشان كده عرف فيما بعد بالإيه؟ اللواط. باللواط، نسبة إلى أنه أول ناس ابتدعت المصيبة السودة ديت قوم لوط. وسيدنا لوط تبرأ منهم تماما، قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، باعتبار بناته هو إن بنات القوم كلهم ما بناته، مش القرآن قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهذا أمر مرض ظهر فيما بعد. الدكتورة بقى بما لها من تخصصها واستعينوا على كل صنعة بصنعة، هي اللي تقول لنا بيتعالج ولا بيتعالجش. الشرع قال إنه ما في داء إلا وله دواء. النبي بيتعالج. علمنا كده على السنة. ما فيش داء في الدنيا، ما فيش مرض ملوش علاج. بالعلم بقى ازاي يتم. لكن حضرتك سالتني ان ده في هل فطر الله احدا على هذا السلوك اطلاقا. الله خلق الانسان في احسن تقويم، صنع الله الذي اتقن كل شيء، فتبارك الله احسن الخالقين، احسن الخالقين سبحانه وتعالى. طيب خليني اروح للدكتوره هبه شيخ رمضان في النقطه دي. يعني كثافه الاتصالات والاسئله اللي جات لنا على الفيسبوك تدل على ان في مشكله حقيقيه عن عدد كبير يعاني من المثليه الجنسيه، وانه مش لاقي حد يساعده او يتوجه. بس قبل ما تكمل حضرتك، انا بتحفظ على يعاني. هي المساله هو بيمارس المثليه الجنسيه، بتنقلب الى معاناه لما هو بيصر عليها. اتفضل كمل بقى. موضوع التجريم الاجتماعي للمثليه، ايه الحل برايك؟ ده ميزه، مش عيب ابدا، لان هو الاثم ما حكى في صدرك. فطول ما هو متضايق ان هو بيعمل كده، وطول ما هو متضايق من نظره الناس ونظره المجتمع، يبقى في امل للعلاج. لكن هو لو ارتاح وسايب ايديه يبقى هو هيفضل كده. انا موافقه جدا على التجريم المجتمعي للمثليه الجنسيه. حضرتك في الحالات اللي جات لك، انت جات لك كام حاله تقريبا من ساعه الحلقه اللي فاتت؟ يعني اللي جم العياده اللي احنا قلنا بينا عشان خاطر تتعالجوا. سبعه يعني عددا، اللي هو احنا كنا هنا سبت بالليل، النهارده سبت بالليل، وانا ما بشتغلش الاربع وخميس والجمعه، فهو حد واثنين وثلاث، والنهارده يعني اربع ايام عمل، سبع حالات. يعني تقريبا حالتين في اليوم مثلا تقريباً. ده غير الاصليين اللي هو انا يوميا عندي مش اقل من اثنين. انطباعك ايه دكتوره عن الحالات اللي جات لك؟ هناك جديه في ان هم عايزين يعني هو والا ما كانوش تجشموا الصعاب وجم. يعني هو الفكره كلها ان هم كانوا بس عايزين حد يقول لهم ان انتوا في امل تخفوا. طب هم جم برغبتهم ولا بدفع من اولياء امورهم؟ اللي بيجي الدفع من ولي امره انا بمشيه. يعني برغبتهم 100%.
ومن ضمنهم حد شكيت فيه لان هو جاي مع والده. وطبعا يعني انا عايزه اقول على التقرير اللي على البر عوام، يعني طبعا ربنا يعافينا جميعا يا رب، نسال الله السلامه. المراحل العمريه يا دكتور كل حاجه، يعني النهارده اخر حاله جات لي كانت النهارده، كان راجل متجوز وعنده طفلين وبقاله متجوز 9 سنين، وبيسموه زي ما كانوا بيسموه بالانجليزي هابيلي ماريد، يعني بيموت في مراته ما فيهاش عيب وبيحبها جدا جدا، وكان بيمارس ده قبل الجواز. وبعدين بعد الجواز قعد شويه 3-4 سنين كويس، وبعدين عاد الى مكانه عليه. ف يعني كل ما تتخيل حضرتك. بس طبعا اللي اسهل اللي هو خالي المسؤوليه ومعاه فلوس ولوحده بدون رقابه، يعني هو يعني المثلث الرهيب ده. عشان كده بنقول للناس ارجوكم الرقابه لازم تكون دائمه على الاولاد، لانه مهما كبروا في يعني مغريات وفي اصدقاء سوء وفي شيطان وفي بتحس انه جاني ولا مجني عليه؟ يعني هو بيبتدي مجني عليه وبيستمر كجاني. يعني هو زي ما احنا قلنا الاحصائيه دي قبل كده، هو 85% من المصابين بهذا الداء ربنا يعافينا جميعا بيبقى نتيجه اعتداء في الصغر. بس مضافه الى شخصيه استسلاميه سلميه يعني غير مقاومه وغير محاربه. طب خلاص كبر ومفروض ان هو ميز وفهم، لا شكرا كده بقى جاني. هو لو كان حصل الاعتداء في الصغر يعني يتقال له يروح يبلغ مباشره؟ يتقال له يروح يبلغ بابا وماما حتى. لكن هو برضو ده ودي همسه التربيه برضو. طبعا دي همسه في اذان الاباء. لازم الاب يفتح ذراعه لابنه انه اي حاجه تحصل له لازم اي حاجه، بمعنى اي حاجه. يعني ايا كان لو زعل مع واحد صاحبه يجي يقول لي بالظبط كده. يعني ايا كانت حتى شدتها انا ما اديش الانطباع لاولادي ان انا هغضب وهثور وهتقلب فيبتدوا يعني يترسخ جواهم، هم الاطفال بيبقوا دايما اذكى من الاباء. والله يا دكتوره، والله يا دكتور عمرو احنا بنقول الكلام ده واحنا بنعلمه لاولادنا، يعني انه النبي الاخفاء المستمر للموضوع والخوف والتوجس والكسوف من التعبير عن وجوده في مجتمعنا يا شيخ رمضان، هل ده ليه تاثير عكسي في استفحال هذه الظاهره؟ تعالى تعالى قصه الناس كلها حافظينها في البيوت، لما شاب يروح للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له ائذن لي في الزنا يا رسول الله، ده معنى ايه؟ معناه ضاقت به سبل الحلال. لا وكمان حاجه يا دكتوره، معناه انه النبي عطى مساحه للشباب والاولاد ان هم يجوا يكلموه في اي موضوع. هو انا اقدر اروح اقول للشيخ الجامع كده؟ حتى في الكبائر هو انا اقدر اروح اقول للشيخ الجامع كده انا لسه عايز ارتكب اكبر الكبائر، انا عايز اروح ازني؟ يقول لي اما انت وجاي لحد عندي. فازاي هي القضيه مش في ازاي الشاب ده راح قال للنبي الكلمتين دول، الا اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام كان واسع الصدر، كان رحيما بالناس، كان فاتح قنوات الاتصال ما بينه وما بينهم، اي حاجه تعالوا كلموني فيها. وبعدين لما النبي قال له كده، لما الشاب قال للنبي كده، لم ينهره النبي ولم يعنف ولم يعبث في وجهه ابدا، ولم يعبث في وجهه، انما هو الرحمه المهداه. فقال له قضايا منطقيه واحده واحده كده، اترضاه لامك؟ هو عارف انه ولد عربي وعنده نخوه، يعني يمشي مع بنات الناس وما يرضاش حد يجي ناحيه اخته نخوه. فقال له اترضاه لامك؟ قال له ابدا. اترضاه لاختك؟ قال له لا، لخالتك لعمتك؟ قال له هكذا الناس مثلك. ادي النقاش الاول. العلاج بقى قام حط ايده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فقام الشاب من عند رسول الله وابغض شيء الى قلبه الزنا. طيب احنا هنا ده يعني يمكن احنا هنا بنتكلم في الزنا. لا الشذوذ بقى في الدين كيف يعني عقاب الشذ؟ لا هو الشيخ ده بيتكلم على المساحه. انا اقصد المساحه اللي حضرتك تفضلت بيها، انه لازم انا كمربي لازم انا كاب، لازم انا كشيخ، لازم انا كمدرس. يا حبايبي انا لما باجي اقعد مع اولادنا، وحضرتك تعرف الكلام ده، بقول لهم مفيش سقف للاسئله. يا حبيبي اسال في اي حاجه، اعترض على اي حاجه، قول لي اي حاجه وهنتناقش. حتى يسالوني حاجات تتعلق بالعقيده، حاجات تتعلق بذات. من الكبائر يا شيخ رمضان، من اكبر الكبائر. طب خليني انا بس معلش يا دكتور عمرو، انا هسالك سؤال يا شيخ رمضان، انا يعني حتى بتساله كتير حتى جوه العياده. طيب نقعد الفصل. طيب ماشي. طب فصل ونعود دكتوره هبه تسال الشيخ رمضان. عايزين نسأل الدكتورة ازاي هنعالج الشذوذ الجنسي؟ ازاي انا اكتشف
ان شخص مصاب بميول الجنسي وازاي نتجنبه مثلا. هل ممكن تربيه الاطفال والدلع يعمل شذوذ للطفل؟ ايه دور الفضائيات والانترنت في انتشار المثليه؟ ايه اللي بيخلي الشخص يفكر في الشذوذ الجنسي؟ او ايه اللي بيخليه يوصل للطريقه ديت؟ او ايه المرحله اللي بتخليه يؤدي لكده؟ ايه رايك في الانسان اللي عاوز يغير نوع جنسه؟ يعني الجنس في الجنس، يعني من ذكر لانثى او من انثى لذكر. دكتوره، هل الشاذ جنسيا بنعالجه نفسي ولا دوائي ولا الاثنين مع بعض؟ لو الواحد قابل انسان مريض بشذوذ الجنس، ايه طريقه العلاج ليه؟ وايه دور الرعايه ان هي تتبنى الحالات اللي زي دي؟ هل الميل المثليه مكتسب ولا وراثي؟ ازاي نتعامل مع الشخص اللي هو عنده الشذوذ الجنسي؟ كنت عايز اعرف لو حد مثلا عنده الشذوذ الجنسي ده وبتكسف ان هو مثلا يروح يتعالج منها، ايه النصيحه اللي نقدر نوجهها له يعني؟ أسئلة كثيرة جدا في الشارع بتسأل عن الشذوذ الجنسي، أسئلة أكثر على الإنترنت، التليفونات بتيجي لكن رافضين يتكلموا، لكن بيحكوا تجاربهم، بعضهم عايز يتعالج وبعضهم مش عارف إذا كان العلاج هيجيب معاه نتيجة ولا لأ، لأنه شايف نفسه مش مريض ومبسوط وهو كده ومش عاوز يغير علاقته المثلية بالإنسان اللي هو مرتبط بيه. هكذا يقول في اتصال التليفون. يعني كنت هتسالي الشيخ رمضان سؤال، لكن لك تعقيب على التقرير اللي انت شفتيه دلوقتي؟ هو طبعا هل الشذوذ الجنسي له علاج؟ ما احنا قلناها كتير، هو احنا معظم الاسئله دي ربنا دوائي نفسي اجتماعي معرفي مع بعض كله، يعني معرفي نمره واحد، يعني هو عكس ما الناس فاهمه ان المعرفي ده حاجه ممكن يعني الواحد يتجاوزها او انها حاجه مش مهمه. يعني هل ممكن اللجوء لعلاج دوائي لتصليح هرمونات موجوده؟ اذا كان لا هرمونات لو كان الشخص يعاني من بعض المظاهر الانثويه مثلا زي زياده حجم الثديين او عدم ظهور الشعر، ده حاجه منفصله خالص عن الحاله اللي هو بيعاني منها. اللي هو بيعاني منه، عارف يا دكتور عمرو اللي هم اللي بيقولوا له عامل لك غسيل مخ؟ يعني مش في ناس بيغيروا انتماءاتهم الدينيه والفكريه والايديولوجيه والحاجات دي؟ هو كده بالظبط، هي ايديولوجي، هي ايديولوجيه كل واحد فيها معتقد ان هو صح، فاحنا الطريقه اللي هي بيسموها علاج معرفي فبنغير الايديولوجيه دي. دكتوره، انا حتى هذه اللحظه انا جاي لي فوق ال100 تليفون من ناس عندهم شذوذ جنسي، والمخرج لسه على الايربيس بيقول لي ان هم مش هيخشوا على الهواء رافضين يتكلموا، لكن عايزين يكلموكي عشان يقول لك يتعالجوا عندك في العياده. انا بس للاسف الاسبوع ده مش موجوده زي ما حضرتك عارف، فان شاء الله بدايه بس رقم 100 ده مش رقم قليل عشان يجي لنا في نص ساعه ولا 45 دقيقه. لا طبعا، لا انا قصدي لو بيحبوا يكلموني يعني على تليفونات العياده موجوده ممكن. طيب يعني ارجو الكنترول، اي حد يتصل من هؤلاء الناس اللي عندهم استعداد للتعافي من هذا من هذه اللعنه، فادوهم رقم تليفون الدكتوره العياده ويقولوا ان هم من برنامج بوضوح، وان شاء الله الدكتوره هبه تتواصل معاهم ان شاء الله. بس كم كبير الحقيقه الاستاذ احمد السيد بيقول لي في التليفون الاير بيز دلوقتي، وده كويس جدا، يعني كويس قوي ان احنا نكون سبب ان هو حد يعرف ان له حل لحالته، يعني في علاج لحالته ويقدم على العلاج يعني. طيب اذا كنا بنتكلم على العلاج من الناحيه الطبيه، العلاج من الناحيه الدينيه كيف ترى فضيله الشيخ؟ شوف، هو عده امور، واحنا دلوقتي انتوا دققتوا ناقوس الخطر، وده فعلا شيء خطير جدا تاباه الفطره وياباه الشرع الحنيف. في القرآن جاء القسم في أكثر من موضع، يعني أنه ربنا يقسم، والضحى والليل إذا سجى. أكثر قسم جه في القرآن ورا بعض يا دكتور عمرو 11 قسم، يعني ربنا ما أقسمش 11 قسم إلا في موضع واحد بس عند تزكية النفس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه والليل إذا يغشاه والسماء وما بناه والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، كده 11 قسم. عارف تخيل أنا أقول لك والله العظيم وعزة الله وقدرة الله وجلال الله إيه يا عم في إيه؟ بتعرف على فين جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس إيه؟ لأمارة بالسوء. إن لم يشغلها الإنسان بالحق أشغلته بالباطل. فإحنا دايما من التربية من المنظور الشرعي بنقول لازم منذ الصغر، منذ نعومة أصفار ابنك، دي طاقة كبيرة جدا لازم تستغلها، إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. النبي قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ابنك نشيط
جسم طاقه زياده طاقة ووقت الله يكرمك زيادة. يا دكتوره ووقت زياده الاثنين دول لازم نستغلهم لازم ما تسيبلوش متسع في وقته تدريبات تمرينات تربيه اسلاميه تربيه عقل كل العلوم النشاط صيفي الانشطه الصيفيه نشاط ذهني نشاط جسدي وتربيه الضمائر يعني هو حتى في يعني المثلث ده برضو اللي هو الذهن يبقى مشغول والجسد يبقى منهك وتربيه الضمير اللي هو هيبقى رقيب عليه لحد ما وصل الشباب لمرحله بقى عايز الجنس ويتجوز والكلام ده يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب انا بس كنت عايزه في سؤال كنت عايزه اقوله قبل الفاصل كنت عايزه اقوله لحضرتك لان انا بتساله كتير دلوقتي اللي بييجوا يقولوا لي حتى كان في مقطع في فيلم عمارة يعقوبيان احنا جبنا سيرته الحلقه اللي فاتت على الكلام ده اللي هو فين يعني ربنا سبحانه وتعالى ما عملش عقوبه ما عملش حد للزنا للاسفه للشذوذ يعني او لفعل الشواذ او لفعل قوم لوط يبقى منين بتقولوا ان هو حاجه مكروهه وانها حاجه حرام وان كده ما ملهاش حد فحضرتك بترد عليهم تقول ايه فين حد بر الوالدين اه يعني النبي عليه الصلاه والسلام فين حد الشرك يعني انا شايفه ان كلما عظم الذنب لا يعني لا يكون له يعني ربنا لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا الرجس من الاوثان وسئل النبي عليه السلام اي الذنب اعظم يا رسول الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك طب وفي حد المشرك ده نجيبه نقول طب هنعلقه ولا نعمل له اي حاجه لا فين الحد بتاعه فين الحد بتاع الشرك النبي عليه السلام قال لهم ايه اكبر الكبائر يا رسول الله اكبر الكبائر قال الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين طب فين حد عقوق الوالدين ما عندناش حد عقوق الوالدين وكان النبي متكئا فجلس قال الا وقول الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور حتى قال الصحابه قلنا ليته سكت فهي هي 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 تقصد لكن مفيش يعني عقاب للشاذ لم ينزل حد للشاذوذ ايه هي لا اصل يعني قال لوط ربنا خسف بيهم الارض تعزير كل تعزير كل يرجع لولي الامر القانون الجنائي في الشريعه الاسلاميه بالظبط القانون الجنائي في الشريعه الاسلاميه في عندي قصاص وفي عندي حدود وفي عندي كفارات يعني في حاجات اتعملت لها كفارات وفي يعني مثلا والله لا اسافرن غدا مثلا فجيت ما سافرتش هعمل ايه هطعم 10 مساكين طعام كده لا طعام طب لو انا انت حضرتك بتساليني سؤال ان انا صليت المغرب في المسجد وانا صليته فاقسمت بالله ان انا ما صليتوش مثلا ده وانا عارف ان انا بكذب يبقى ده اسمه ايه يمين غموس هل اليمين الغموس له كفاره لا ليه فاهم ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يمين منعقده ان انا اقول ايه انا مش رايح للدكتور عمرو ليثي بكره، والله العظيم ما اروح له بكره، فلو رحت له يبقى كفر عن يمينه. طب لو انا كنت عنده اصلا النهارده في البيت حاجه سابقه حاجه سابقه وبعدين واقول والله ما رحت له وانا عارف ان انا بكذب لان انا رحت له والله ما شفته والله ما شفته ده اسمه ده يمين غموس، ليه سمي غموس؟ لانه يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله، طب مع انه يغمس ملوش كفاره، ايه كفارته؟ ما اروحش اقول للواحد طب صوم ثلاث ايام ولا في حديث اظن انا ما اعرفش صحيح سنده صحيح ضعيف ان الا التوبه ان عرش الرحمن يهتز في ايوه لا العقوبه ايه يعني انا عندي حد طب الحد ايه؟ ما انا بقول مش كل الجرائم ليها حدود انا بنقل لك بس الكواليس بتاعت الناس بتفكر ازاي يعني إذا مش النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا انه من اكبر الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين ايه حد عقوق الوالدين ملوش حد يعني مثلا اللي هيعق والديه هنجلده 100 جلده ما عندناش كده طب هنجلده 50 ما عندناش كده طيب هنقطع له ايده ما عندناش كده هو انا الحقيقه وانا ببحث في الموضوع ده لان لقيت ان هو كلما عظم يعني اذا لا يوجد حد للشاذ جنسيا مش معنى انه ملوش حد ها انه اصبح هين لا ما انا جبت مثال اهو بالعكس انه زي ايه يا دكتور عمرو زي اما يجي حاجه قل تعالى واتل ما حرم ربكم في حاجات محرمه حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير تمام دي اسمها ايه محرمات إلا إنه الشرع في حتة تانية يقول إيه؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من أمر فاجتنبوه، فيطلع واحد بقى مش فاهم لغة فيقول لك إيه؟ ما قالش حرام ده ما قالش حرام، يقول له يا عم ده الاجتناب أشد من التحريم. ده الاجتناب أشد من التحريم. والا ما كانش حط الاجتناب مع الشرك. لا انا هقول لك القصه ايه ان هم الناس بيقارنوا ما بين الزنا وما بين الشذوذ يقول لك طب انا يعني لو عملت كده مع واحده
ارجم او اجلد 100 جلده، ولو عملت كده مع واحد اكيد يعني اهون واكيد اخف، بدليل ان دي ليها، لان طبعا هم حاطينهم في نفس المصاف، ان دي ليها حد ودي ملهاش. فانا عارفه الكلام ده، ان لما جيت ابحث في الايام بقى كنت بعمل دكتوراه في على الجنس في الاسلام، لقيت ان هو لما قورنا زي ما تفضل الشيخ رمضان باعظم الذنوب اللي هي ملهاش كفرات، فربما يكون غضب الله اعظم من وجود قتل. قتل الخطا ملوش حد، هو قتل الخطا له حد؟ قتل الخطا ملوش حد، انما له كفاره. الكذب ملوش حد، يعني واحد قتل واحد، من قتل مؤمنا خطا ده بيعمل ايه؟ مش هنضربه، مش هنعذبه، مش هنجلده، ملوش حد. انما له كفاره. ايه كفاره؟ نقول له صوم شهرين متتابعين، عتق رقبه او صوم، او طب عتق رقبه، ما فيش عتق رقبه وخلاص، صوم شهرين متتابعين يبقى في، طب في ديه. فمش معنى ان الحاجه دي ملهاش حد ما يجيش يقول لي هو نقول حاجه يقول لك هي دي من اركان الاسلام الخمسه. هو بر الوالدين من اركان الاسلام الخمسه؟ كان في سؤال جانا الاسبوع اللي فات عن حاله لسيده متزوجه من واحد شاذ جنسيا وانجبت منه طفلين، لو تفتكري. وكان سؤالها تستمر معاه في الزواج ولا لا، رغم ان هو يعني لا يمارس. كان السؤال ايه؟ كان السؤال ان هو واحده متجوزه واحد ومخلفه منه، وهو رافض يتعالج ورافض يروح لدكتور وما بيجيش جنبها، وهي تشعر انها غير محصنه وتعاني معاه. القران حط لي جملتين اتنين ما يتوهوش حد، والله العظيم ما يتوهوا حد في الحياه الزوجيه، امساكهم بمعروف او تسريحهم بإحسان. او تسريحهم باحسان. مفيش خيار ثالث، مفيش واحده تبقى هتنفجر في بيتها ولا معلش اصبري. لا ده العكس هو اللي كان كائن يا شيخ رمضان، دي كانت حاجه غريبه جدا. هي راحت دار الافتاء وكل الناس قالوا لازم تتطلقي، واتكلمت هنا تقول ايه، انا للاسف رحت قالوا لي طلقي. طب انت مرتاحه؟ لا. طب اعمل ايه؟ طب ما هو انت تعملي ايه؟ مش قالوا لها ايه؟ ايوه. فاذا بصي يا دكتوره، لما تيجي حالات زي كده، واحده بتشتكي من زوجها، حاجه من الاثنين، اما انه قابل للاصلاح واما انه غير قابل للاصلاح. ده هي بتقول ان هو غير قابل ومش طيب راضي خلاص، وهي مش مرتاحه وكل وان يتفرق يغني الله كل من ساعته. هطلع لفاصل وبعدين هاخد مكالمه تليفونيه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا مع هذا الملف الشائك والمهم. هناخد تليفونات. معانا الاستاذ امين، وممكن تكون الاسماء مستعاره، اذا حب يتكلم يتكلم. اتفضل استاذ امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك وازي الاستاذ رمضان والاستاذ هبه وحضرتك استاذ عمرو. الله يسلمك. خش في الموضوع عشان بس انا وقتي ضيق قوي. اتفضل. بقول لحضرتك عندي واحد يعتبر ابن اخويا، تم التعرض لعمليه جنسيه وهو صغير في سن 12 سنه من اخوه، وما زال حتى الان يعني يعاني من العمليه الجنسيه بينه وبين نفسه او بينه وبين اي حد ممكن يخرج يسهر بره ويمارس الجنس يوميا. طيب حضرتك ايه السؤال؟ معلش الحاله الثانيه، السؤال اللي هو مش عارف يتعالج منها. مش عارف ولا مش عايز؟ لا مش عارف يتعالج منها، كل يوم يوميا كده ممكن يخرج يسهر او مع نفسه. لا هو لو عايز في علاج فمفيش مشكله، ممكن حضرتك تتصل بالكنترول يوصلوك عندي بالعياده، ومفيش مفيش محدش يعمل هم المصاريف يعني. طيب معانا مدام هبه. اتفضلي مدام هبه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. السلام. اتفضلي. السويس. لو سمحتي يا دكتوره هبه، انا عندي بنوته عندها 12 سنه. بنت؟ حضرتك عندي بنوتي عندها أيوة. 12 سنة أيوة. بتعاني من العادة السرية. اوكي. لي ثلاث سنين. طب حستأذنك هنرد عليها الحلقة الجاية. لا 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 عايزة أكملك، هكملك. في حاجة تانية؟ أنا خايفة أحسن. أنا استشرت دكتور واثنين وثلاثة، ومتابعة دلوقتي مع دكتور نفساني، فهو مقلقني من إن هي يحصل بينها وبين أختها حاجة. بصي هو طبعا هو عنده حق، لانها طالما متعوده على كده احيانا بتبقى بتمتد، لان ده سن بيبقى فيه فضول شديد جدا، تمتد ان هي عايزه تشوف اختها زيها ولا لا، هو هتحس زيها ولا لا، هو ده بيبقى بدايه اللي هي شراره المشاعر يعني. فيعني ممكن تفرقيهم بس حتى ولو في سراير منفصله، وتبقي دايما اوضتهم مفتوحه عليهم. على فكره الخلوه بين الاطفال ممنوعه، حتى لو ولده صاحبه، حتى لو بنته صاحبتها، في السن معين مفيش عندهم ضمير، لابد من الرقابه. فنرجو ان شكرا استاذ هبه. عندي سؤالين جايين على الفيسبوك. هناك شاب حالا، شاب بيقول انا انتمي لمجتمع ريفي محافظ جدا، وده جعلني اميل الى ابناء جنسي، لان الوصول الى الجنس الاخر صعب ومستحيل. ايه الحل؟ وانا الان اصبحت شخصا مثليا بسبب الكبت. الحاله دي بتطرح سؤال كبير حقيقه، قد ايه الكبت الجنسي وتجريم التعبير عن المشاعر الجنسيه تجاه الجنس الاخر قد تسبب الشذوذ الجنسي؟ اتفضلي.
هو انا برضو هستعين بالشيخ رمضان، هو التطرف في كل شيء مش مطلوب في كل شيء، يعني هو ده تطرف، نوع من التطرف ان هو لا 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 بنات لا 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 ستات لا لا لا. هو طب ما هو الرسول عليه السلام وبرضو الشيخ رمضان حضرتك افادني، يعني وقت في مكان في حياه الرسول ما كانتش الدنيا مختلطه، ما كانتش الاسواق مختلطه. لا بص يا دكتوره، هو الناس الناس اختلط عليها كلمتين، هناك فرق بين الاختلاط وهناك فرق بين الخلوه. الخلوه الشرعيه دي محرمه، لا يخلوان رجل بامراه الا مع ذي محرم، انما الاختلاط الاختلاط دي ضروره كونيه وانسانيه. وعمرها بنركب احنا بنطوف حوالين الكعبه رجالا ونساء. صحيح. في مسجد الرسول الله كان يصلي الرجال ويصلي الاطفال ثم النساء بالظبط. فكانت حينما يسمع بكاء الصبي كان يتجوز في صلاته، فدي تربيه النبي علمها لنا عليه الصلاه والسلام، انه 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 الناس كلها نتعامل مع بعض في اطار في برواز شرعي. الدنيا مختلفه. وبالنسبه للاطفال بس كان ليه النبي قال وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني حتى في سن كم سنه يا شيخ رمضان؟ من هم اول ما يبداوا يميزوا الامور لازم نفرق بينهم في المضاجع، يعني حتى اللي في اللي عنده ضيق اللي عنده سنتين. ضيق اللي عنده ضيق حتى اللي عنده ضيق نقول له طب خلاص نايموا عكس بعض، يعني لو يقول انا ما عنديش لكل ولد سرير. ناس عايشين في اوضه بالظبط، يقول لي ما عنديش 7 و8، يقول لي انا ما عنديش لكل ولد سرير، خلاص يبقوا يناموا عكس بعض، ما يناموش جنب بعض، ولا يفضل رجل الى الرجل في الثوب الواحد، ما يتغطوش بغطاء واحد. يعني ده معاه كوفرتيتو وده معاه كوفرتيتو. طيب يعني كلمه اخيره من حضرتك والدكتوره هبه، ابدا بالدكتوره هبه ثم حضرتك، كيف نعالج او نقي المجتمع يعني هذه المشكله التي نشعر انها اصبحت ازمه؟ احنا مهما عملنا مجهودات عمرنا ما هنبقى مع اولادنا 24 ساعه وده بدايه من سن صغير جدا، يعني 3 4 سنين اول ما يروحوا حضانه خلاص اختفوا عننا بالساعات. فتربيه الضمائر ودايما يعني نربي في اولادنا ان ربنا شايفهم 24 ساعه حتى لو بابا وماما مش موجودين، وربنا قال على ده وده وده بلاش وده 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 الكلام ده بياخد مجهود كتير جدا. ومن الملاحظ في السنوات الاخيره ان الناس مش عايزه تعمل مجهود في تربيه اولادها، الناس بدات تربي اجساد دون العقول والقلوب والضمائر يا دكتور عمرو. فدي ربما يكون يعني نبراس خطر انه يا جماعه التباسط في تربيه الاولاد هنفوق على صدمه، والله العظيم هنفوق على صدمه. وانا زي ما كنت لسه بقول لحضرتك في الفاصل انه بيجوا ناس يعني قمة الكسرة الإنسانية اللي عمري ما شفت كسرة زيها، هي بتبقى لما اكتشاف ان الولد او البنت كده. شكرا رمضان. بأثني على كلام الدكتورة طبعا، يعني في سورة لقمان ربنا قال ولقد أتينا لقمان الحكمة. ايه النتاج اللي قدمه لقمان للبشرية كلها؟ انه ربى، انه كان مربي. فمن الصغر قال له يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. فانت بتربط ابنك وبتربط بنتك بالعين التي لا تنام. الله لا تاخذه سنه ولا نوم، انا بنام وبنسى وبروح الشغل وبنشغل شويه واحيانا بسافر بره، فلازم التربيه ثم التربيه ثم التربيه. كل علاج في الدنيا علاج الادمان، انا ده تصوري، علاج المشاكل ديت، اي علاج في الدنيا بيلزمه خطين متوازيين يا دكتوره. صحيح. المجال الجزء الطبي والجزء الثاني الروحي، العلاج النفسي، انه بتديله شحنات وطاقه ايمانيه. النبي عليه السلام لما يجيب عيل صغير طفل يقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، راقب ربنا، تعمل تمشي صح ربنا هيكافئك، تجتهد ربنا هيديك. منذ الصغر كلمه يا غلام توحي بايه؟ طفل. لسه طفل. يعني ما نقولش لسه بدري على العيال، العيال لسه صغيرين، خلي علي يفرحوا، خلي علي يعيشوا مع بعض، نقول له لا، لازم التربيه منذ الصغر. انا عايزه بس اعقب كلمه اخيره، ان هي المساله مش عشان طبعا فضيله الشيخ رمضان، المساله مش برضو مش محبوسه جوه المسلمين. يعني انا بيجي لي مثلا شباب مسيحيين مصابين بهذا الداء بقول له روح الكنيسه واحضر دروس الاحد ولازم تقرا في دينك ولازم تتعلق بربنا وطلع فلوس لربنا، يعني اي التربيه الروحيه. التربيه الروحيه يعني من كان له رب فليعبده. بشكركم جدا، يعني شكرا للشيخ رمضان عبد العزيز، شكرا للدكتوره هبه قطب، ويمكن اكيد الحديث هيكون له بقيه. والحالات اللي وصلت عندنا النهارده تقريبا 119 حاله لشواذ، بعضهم او اغلبهم ذكور وبعضهم اناث طالبين العلاج، ده مؤشر صحيح وطبي. نسال الله ان يمن عليهم بالشفاء. امين. يعني طالما هم اتكلموا بنفسهم انا بقول لهم اشكركم ان كنتم اتكلمتم، واحنا هنديكم رقم تليفون الدكتوره هبه قطب عشان تتواصلوا معاها،
وعجبني ان الدكتوره قالت برضو ما تحملوش هم المصاريف. لا لا هي بتقولها على طول، هي بتقول على طول وتتحمل الحقيقه. انا بشكرها على كده، وانا اتصور ان اهم حاجه هي الاراده، الاراده على ان الانسان يقتلع من داخله. هو الشرط الوحيد يعني، هو ده الشرط الوحيد لبدايه العلاج، هو انه يكون فعلا حد يعني خلاص ما عندوش غير كده هيتعالج يعني هيتعالج. اللي ضعيف يا جماعه في العزيمه يروح للمشايخ في المساجد، هيدوله طاقه ايمانيه وهيشحنوه ايمانيا وهيقووا عزيمته ان شاء الله. ان شاء الله. بشكركم جدا، دي حلقه النهارده، اصبحوا على الف خير.